فرحت جدا جدا لما رفعت العلم وحسيت ان انا عملت حاجه كبيره يعني بجد مش لاقي يعني كان اللي واقفين يشجعوني بره ومستنيني اطلع عشان اختارهم. كان حلو كتير هالتحدي بين المدربين. بتمنى لكل المشتركين يصيروا باللياقة البدنية اللي شفناها عند لينا ونور. حقيقة انتوا بأيادي أمينة. نور مبروك، ربحت التحدي وانت رح تختار الأعضاء الأربعة اللي رح ينضموا لفريقك الفريق الأحمر، بس في شرط. وبينما ولكن الجملة بتاعتها اللي ولكن دي عملت لي فايبريشن في كل جسمي. ولكن ايوه ولكن بقى مستنيها ولكن دي لغاية ما صدمتني. ما بتقدر تختار الا شخص واحد بكل ثنائي. أنا بهاللحظة هي دغري إجوا عيوني هيك على لينا وعم بقول لها إنه لا أنا ما فيني بدونك، عن جد ما فيني. إذا هو اختارني أنا رح أعتذر منه بكل لطف إنه أنا ما فيني. أنا صراحة أول ما سمعت النقطة دي خفت من شيء واحد، إنه نور اختارني. أنا جتني بحل صدمة، إنه خفت يعني واحد ناحية خفت واحد ناحية فرحت، إنه خفت الكوتش نور ما يختارنيش وفرحت. أنا قلت كنت متأكدة 70% أنني غنكون من مع الكوتش نور. القرار رح يكون صعب وما بعرف إذا رح تعتمد على العاطفة أو الاستراتيجية. مين بدك تختار؟ هبدأ بالفريق الأسود، اختار كريم. قال هختار كريم. كنت فرحان بس بأمانة يعني هي فرحة غير مكتملة إن أنا هبعد عن أخويا. قرار صعب جدا. صعبة قوي. نحن عارفين قديش صعبة بس هيدي قوانين اللعبة. بصولي كده بص هناك. اختار من الفريق الأبيض. عرب. معلش أنا مش بإيدي والله. شكرا. يعني أنا تعودت على سيستم معين بأنه إذا بدي أدخل على الصف بدي أنطر كوتش لينا لتدخل، ما بنحن ندخل بعدها غالز عليها بسرق لها صفارتها. ما بظن بقدر أعمل أي شيء مع كوتش نور صراحة. لو ظهرت من البرنامج ما بظن بزعل هالقد. متوترنيش، أنا متوتر خلقة، محدش يوترني أكتر. يعني أختار مين؟ يعني أسيب مين من عندي؟ خلاص اختار مين دي سهلة، هسيب مين من عندي؟ لينا عم تبكي؟ سأ...
هي خدها هي إلي. طلعت عوجوه مرح وإلهام وبلشوا الدموع لوحدهم ينزلوا يعني لأنه شفتهم. صرت أقول بليز ما ينقيهم لأنه لا. اختارني من فريق أورنج. لعبة وإحنا فيها بس لعبة مش قادر أقول حاجة يعني. البنت قدامي وكان عملها فيها كبير قوي وبس إحنا في لعبة يعني أعمل إيه؟ اختار هدى. هدى فكر لما سمعت اسم هدى خلص ما شفت شيء قدامي. شفت والله العظيم شفت ظلمة قدامي انه صعب. واخيرا من الفريق البنفسجي مين رح تختار يا نور؟ انه ياخذ الهام امر وارد جدا لكن انا بالنسبه لي سلمت تماما انه انا مع فريق الاحمر انه نور حيختارني بالفريق. عبد العزيز. اختارني فكنت يعني سعيد انه بالفعل توقعي طلع صحيح. الافضل لي والافضل لإلهام انها الاثنين ممكن ننجز للنهايه ونوصل لهدفنا. ثلاث شباب وبنات، شاب وثلاث بنات. فإذا مرح، إلهام، أمجد وهيام رح تكونوا بالفريق الأزرق مع لينا. تفضلوا. الاسم ما رح تكون معي بس اشوف شاب هيك طويل وبيقدر يضحك وبيقدر ينكت عروه وفظيع فيزيكلي كمان كثير قوي بشوفه هيك عم يبكي ودمع كثير بتاثر. صحيح صار في فريق ازرق وفريق احمر بس هالشي ما منع حليمة ترجع لعادتها القديمة. عبد العزيز وإلهام بخلوتهم اليومية. أصله لو يعني ما أخذ من كل فريق مهما أخذ إيه هياخذهم من نفس فريق نفس الفريق ما حيصير مرة وضحت هي عشان كذا تسوت. فحتى على فكرة حتى لو لينا اختارت يمكن كان الاختيار اللخبطة بس بين هدى وهيام وامجد وكريم لكن بالنسبه له بالنسبه لنا احنا الاولاد كان اخذتك انت ومرح شيء ثابت. كان اخذتك انت ومرح وتهت في الاثنين. طاقوا معي بالمطبخ كنت اكل كل يا عمي كل لا عم حضر البيتزا بس يقعد معي دي اللي حاكم تركيني تحت. شو بك مسطلة انت ما عجبك الموضوع؟ مو عشان فاتني الحين افردي تشوفوا شايله همها. نحن انا وانت وكريم ثلاثه انت ومرا وامجد ثلاثه ما اختلفنا احسن هيك ريحنا الفردي صح فخ ما اختلفنا انا معاك كلامك كتير. صح بس النقطه في خساره الوزن مين حينزل تحت الخط الاصفر؟ ما عاد في خط اصفر بالفردي هلا. كيف طريقه هم كيف حيكون التصويت؟ كل فريق لحاله خلاص فلنفترض. طب انا رح احترق شوف البيتزا حقتك ونحكي فيها.
تكهنات وتساؤلات عن شو مخبالن المستقبل. هل فعلا ما رح يكون في خط أصفر مثل ما قال عروة؟ الجواب بآخر الأسبوع، ولكن غدا أول تمرين للمشتركين اللي انفصلوا، تابعونا. من بعد ما عدنا لتوزيع المشتركين لفريق أحمر بقيادة نور وفريق أزرق بقيادة لينا، اليوم ولأول مرة نور بيدرب أعضاء الفريق يلي كان له أفضلية باختيارهم. منشوف سوا أول حصة تدريب عند الحمر. البطل المغوار. يا حبايبي المحمرين. ايه الشغل احمر من كده؟ ما فيش. الاحمر جامد. من الاحمر ده من النار ومن قوه ومن كل حاجه. كان حلو من الدم للحياه. اهلا وسهلا. عامل ايه كلكم؟ تمام تمام الحمد لله. الحمد لله. كنت طبعا داخل متوقع ان انا اخش الاقي فريق الاورنج وفريق الاسود، خاصه ان الفريق الاسود كان بقاله اسبوع مش متواجد معانا. فدخلت لقيت ناس تانية جديده ولقيت التيشيرت الاحمر بتاع الروح الاكبر، وافتكرت بقى الاحمر والازرق. على قد ما انا اتبسطت جدا جدا وفرحت اللي حصل النهارده، في نفس الوقت طبعا زعلت عشان الـ 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 التفرقه اللي حصلت ديت. ودي احنا كلنا احنا كنور وكوتشلينا وانتو كلنا في جيل بجد احنا مش عارفين رايحين فين ولا اي حاجه. اي حاجه انتو بتفاجئ بيها احنا برضو بنتفاجئ بيها. كوتش نور لسه ما بيعرف شيء عنا، وعنده اثنين معنا هلا بنفس الفريق بيعرف كل شيء عنهم، فكيف رح يوفق بيننا وبينهم لهلا انا ما بعرف. وتاني شيء تعودنا نحن كمان على كوتش لينا، على ضحكتها على ابتسامتها. هو لا كثير جاف بالتعامل وصوته كثير عالي بيصرخ كثير، فبظن هيدا رح يعمل يعني اكثر المشاكل رح تكون منها السببين. حاولت يعني ان انا اجري يعني اعمل اي حاجه عشان عشان الواحد يكسب يعني، واطلع اختار الاربعه. يا فرحه ما تمت. يعني فرحة ما تمت ان احنا طلعنا لقينا ان الموضوع يعني اصعب بكتير. اصعب بكتير. لاحظ الكل بانه كوتش نور اختار اقوى شخص من كل كوبل وضمه لمجموعتهم باستثناء كريم، لانه كريم وضعه خاص وبيعرف كيف رح ينزل له وزنه تمام، فبعتبر حالي من اقوى الموجودين حاليا. يلا ريدي ستيدي جو. انا حاسس ان الصف ما فيهوش روح. يعني امجد كان بيعمل لنا جو وبيعمل لنا روح، وكان بيساعدني انا وبيدعمني معنويا ونفسيا. فانا بشتغل بدي كل جهدي علشان عاوز احقق هدفي اللي انا جاي عشانه، ولكن يعني مش حاسس ان احنا كنا بنشتغل زي زمان. ريدي ستيدي. مش عارفه انا ابتدي باليمين ولا الشمال. زي ما انت عايزه، تردديش، تخافيش ما تردديش. يلا جو. ها انا من جهتي من واحد ناحيه جدا قلقه، لان الاسبوع اللي فات كنا فقط انا وهي مع الكوتش نور، كان التركيز علينا اكثر، وكان التمارين اللي كنا كنديروها تمارين جدا جدا صعبه ويعني قويه جدا. الان في شخصين معنا زيادة على كيف كنا الأسبوع الماضي، فيعني التركيز رجع تفرق الأربعة أشخاص. هو ده. أيوه. فرقوا الكوبلات وطلعوني من عند الكوتش لينا، لكن هذا الشيء ما بيعني أبدا إنه رح أثر بسبور، بالعكس أنا رح أعطي أكثر ولأثبت إنه نحنا غير شكل، وإن شاء الله أيامنا بتثبت. يا رب. برافو عليك بجد. امسك بالانس بالانس باوت. لا سقفونا. هاوي 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 حلو حلو.
تغيير المدرب مش سهل على بعض المشتركين. عند الفريق الأزرق لينا بتسعى لتطمين هيام وبتضغط على أمجد لأسباب بتفسر لنا إياها. بهالوقت عروة رايح وجاي. بوتشي شكلكم بيضحك. بيضحك عني. هاي أنا ما بيضحك. يا كتير غير شكلكم. أنا عم فوت على الصف اليوم، تفاجأت بالبنات كلهم ناطريني، كل واحدة لابسة نفس اللون الأزرق، أنا معودة أشوفهم بالبنفسجي وبالأبيض وبالأورنج. أنت زامة، أنتوا زامين، أنتوا فين اليوم كلكم؟ يعني زامين؟ ضعفانة. بتذكر أول نهار وقت كنت تتذكروا أول ما شفتكم فيه بحياتي؟ انفجعت. كان في أحجام، كان في إنه يا مامي هلا عم بطلع بقول ما في شيء بينقز بقى. منظر عروة ببك يلا بكي. عم زي الطفل اليتيم. ارجع. كل ما اتذكره ارجع شهوق يعني جرثه. عروة كان دائما بالصف شو ما صار حتى لو تعبان وعم بيموت وعم تردمل وعم نعمل انترفل تريننج بده يضحكنا. بده يزت نكته، بده يقول شيء مهضوم. هي ما تعتريها. ما تعتريها. حتموتي ببطء. يعني مش ما في موت سريع يعني المكسيمم مش تردمي لانه بكره. لا بلا بصراحه ان وجود هدى معايا كان يدعمني بزاف ويساندني، ولكن دابا ما بقى لا هدى لا كوتش نور، يعني شق طريق لوحدي. فانا حطيتها براسي من اول ما الكوتش نور اختار الفريق ديالو وحنا مشينا عند لينا، حطيت براسي انه لا هدى ولا كوتش نور ما كاينينش. حط راس الرياضه والريجيم مع الكوتشلينا. نزلنا الهام، نزلنا 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 بالتعقده. برافو برافو برافو. امجد هو اكثر شخص في اتكل عليه بتشالنج، بكون طمن بالي 100% وقت هو يكون مع ضمن الفريق، بس بنفس الوقت هو معلق شوي على رقم واطي بخسارة الوزن، بقى بتشالنج بيعوضهم. بس هج أسبوع بالرياضة رح أدفشه على آخر مستوى، آخر شي فيه أعمله معه بالرياضة رح نعمله. برافو برافو. خمسة. يلا عم بيخلصوا. يلا أمجد. برافو. يلا رجع مشي رجع مشي. هي عم تعمل كثير منيح. خوفتيني عاد بدي اروح اشوف. اوكي جود. كثير منيح. اول ما وصلت للحد الاقصى بتاعي في التريد ميل اكثر حاجه وجعتني جناب رجليا، نار من تحت، نفسي خلاص وصلت للاخر اللي هو باخد يعني خلاص بتنفس بالعافيه. كنت فعلا العرق والحر اللي احنا كنا فيه وصلني مرحله خلاص انا يعني دقيقه كنت كمان او اقل من دقيقه وكان ممكن يغمى عليا. برافو. وأنا بأجري يعني بحاول أبذل مجهود أكثر من طاقتي. رجولي الاثنين ضربت علي وأكتافي عورتني، وبعدين جاني زي ألم الكلى شوية في ظهري. فحاولت أني أستمر بس اضطرت أني أنزل شوية وكملت بقية التمرين كله على الباسكت. أنا أضعف شيء في بطني، أضعف وصلة فيه. إجمالا البنات أهلاً. وقت خلص الصف لينا عم بتطلع على الباب شفت عروة واقف هيك وعامل هيك وزعلان، حرق لي قلبي من جوا، حسيته مثل الولد الصغير ينحرم من أمه. عروة لا لا بلا بدا ما بدي. احنا اشتقنا لك كثير. شو شو ذنبه هو؟ ما عجبني الموضوع ابدا. معلش يا عروة يلا مشي لحالك. شايفش بلا بعدين لون الاحمر؟ لا انا بعرف. شو بدك لابق عليه؟ عن جد كثير لابق لك. ما انت بتحب الاحمر. اول ما جيتك تربط لي خصله ما بعرف شو. لعنا بك الساعه الحمراء الاولانيه.
معلش يا عبا معلش. كيفو عبد العزيز؟ مكيف مبسوط مروق. وكريم؟ مروقين. هذا أولي قصة مبسوط يعرفوا كل شيء. مش طالع من هون من أولك. بحصد هيام وبحصد أمجد إنه هن مع لينا، وبعتبر إنه كل شخص منهم هو أخذ مكاني عند لينا ونياله. ما حدا رح يجيب لك كاسة الكولا على غرفتك والمي ما راح عطشان. عي أني أنت شايفة؟ بس تغص أني أنت مين بدي نادي؟ أول شيء ما تخبر قدي بكيتني أنت اليوم؟ بتعرف قديش بكيتها؟ جرصة صرت طرطش. بصراحة تمنيت إنه أنا أكون مطرحه عند نور، على الأقل هي بعرف إنه أخي بيكون مرتاح عند لينا. سي يو تومورو. ريان أنت شكلك كثير هنية وما بتعذبي أبدا. الراية البيضة حملها حملتها منيح حبيت. باي كوتش شوفيك بكرة كوتش لينا. باي باي. رايح عنده؟ لا طلع فوق بتشاور بسرعة عشان أخش. أوكي. هيام زعلانة من نور لأنه اختار أختها هدى عليها. مين بيتلقط بهالقصة؟ عروة طبعاً، وبيقرر يحرقصها على شتى النغمات. مانيش رايدة مانيش رايدة مانيش رايدة إلا نور مانيش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ماليش شو ما فيش فايدة ماليش فايدة إلا هو ما فيش فايدة في البعد نور في القرب نور. بعد ما صرت أنا مع كوتش نور وصارت هيام مع كوتش لينا وكلنا بنعرف بأنه هيام أكتر وحدة بالبروغرام كله بتحبه لنور، بقى من الصبح كنت عم اتغلظ عليها وعم غني لها كل الاغاني اللي بعرفهم بس اضفت فيهم اسم نور فكان رح يطق قلبه. كنت اهلي وكل ناسي كنت لا قلبي الامان الزمن غدار قاسي ونور اقسى من الزمان. اي والله العظيم ليش ما اختارني؟ اي والله اختار هدى وبتنهيده حمرا. زعلان من كوتش نور لأنه اختار هدى ما اختارني. فعروة بس يعني بنمزح مع بعض بس بضلني زعلانة ورح أقول له هالشي مع أنه رح أعمل جهدي ورح ألعب رياضة مشان أرفع له راسه لأنه بضل كوتش نور طبعا لأنه هو اللي علمنا لباز يعني قوة وإنه ما عندنا لا هزيمة لا مستحيل كل شيء لازم نعمله ومع هيك إنه خدلني وزعلني كتير منه رح أرفع له رأسه ورأسه ده كمان مع إنه هلأ ضدي. روح ما بدي غرامك روح ولا بدي ياك لب سكوتك لب كلامك لب حنانك لب أساك صعبي حياتي بدونك بعرف رح اشتاق وغار لكن أهون من وجودك أخي احكي لأخوك يسكت أنا رح أبكي. صعبي حياتي بدونك بعرف رح اشتاق وغار صعب سبورتي بدونك لكن أهون من وجودك حدي وأنا بقلبي نار. روح الكوتش نور ما اختارش هيام تكون معه في الفريق، هو طبعا عنده أسبابه وطبعا هو كان كيفضل أن تكون هيام معه ولكن أسبابه جعلته يختارني أنا ومكان محلها، فهي واخدة موقف ولكن هو مشي. هي طبعا منزعجة ومضايقة نوعا ما لأنها مشي معه في الفريق ولكن مشي من الكوتش فقط، هي مزحة ولكن هي طريقة المزح ديالها بهذا الشكل. عروة طول الوقت يغني الأغاني يعني مزح عنده مزح زمن جدا ممتع زي العسل
على قلبي نور زي العسل على قلبي نور. أنا سبورت مش على قلبي. إيه يلا ولا دائم إلا وجه الله سبحان الذي سخر لنا هذا ونعم بالله. وش فوق راس كريشة وأنا ما عارفاش. ما عرفت. مظبوط ليش لا يختاره؟ أشوف شو راسه. لازم أعرف لازم يقنعني. نعم. وحتى لو أقنعني بنزع. أنا عم أقول لك هلا هو مرايح طلعي لفوق هيك على البلكون زدتي عليه بلوك. تجي إذا مو إلك مو لغيرك وخلصنا. عروة حاجة تحرحر. مش عم حر. بس هذا الواقع هي بتحبه وبتخاف عليه وبتنحف كرماله. وآخر شيء يروح ما ياخذها وياخذ هذيك الشرنة اللي جوا. Objection. شرنة. I'm disagree with you. وعم تاكل عم تفطر ولا كأنه أنت ولا كأنه موجودة بهالعالم. ولا كأنه عم تحكي معها. أخذت نور استبغابك. شو بيعرف؟ سي محمد ونور وشو؟ لا تسألوني ما اسمه الكوتش اللي بيدربني أخشى عليكم روعة الطيوب والله لو بحت بأي حرف تناثر الليلك في الدروب لا في الجيمي لا تسألوني في الأيروبيك. ليه زعلانة ليه؟ ازيك صباح الخير. صباح النور. ليه زعلانه ليه؟ طالع صف الصبح صف الجيم الفريق الاحمر ف وانا طالع لقيت هيام فحبيت اقف اتكلم معاها عشان كانت زعلانه من الموقف بتاع امبارح. بلاش دلع. مش قصه دلع اصلا انا متعود على طريقه ودابا بحلي غمدم جديد صعب. طيب صعب. ممكن اقول لك حاجه؟ طب ما الناس اللي جت عندي برضو متعودين على طريقه وجم عندي طريقه جديده ف يعني عايزك تجمدي شويه. ولكن شبابي تعودوا. ولكن يعني انا بقول انت جامده وامبارح قعدت اقول اصل هيام جامده قوي وهدى هي اللي ضعيفه وانا كنت هدى مش عارفه ايه. الكوتش نور جرب يقنعني ان هدى اضعف مني ولكن مع ذلك كنت ما زال غضبانه منه بزاف. الفريق الاحمر تكلموا الكوتش نور. صباح الخير. صبح صبح يا عم الحاج. عروة صباح الفل يا عروة. الحمد لله احسن. ايه حبيبي ازيك يا كبير؟ عاملين ايه؟ اخبارك ايه النهارده؟ ايه اللي اخرت؟ انت عامل ايه النهارده؟ الحمد لله احسن. احسن؟ الحمد لله. ريحت شويه كده؟ انا طول الليل بحاول. الف سلام عليك. صباح الخير. كيفك اليوم؟ الحمد لله احسن. انت قلت لها ايه لو هي مدخله؟ زعلانه مني. هي مو زعلانه منك زعلانه مني والله. شوف حتى ليه زعلانه منك ليه انت؟ يعني كانه انا اللي اخترت. صباح الفل. روحوا والله مفتقدك يا ابني. انت اللي خلي بالك منها. ده انا هولع فيها ان شاء الله. عشان خلاص عملت لنا بص ما اقولكش. هلوس هلوز بتجوز يا لوز. صباح الفل عليكي. يلا خش جوه خش جوه انا هحضرك. يلا امجد. ايوه خلي بالك منها يا صاحبي. في عليا كنت بصوت ضد نفسي بصوت ضدها. باي 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 باي. يلا السلام عليكم. انا وهيام دلوقتي بين الفريق الازرق فريق جديد. ده ما يمنعش ان احنا نشتغل. بالعكس هنشتغل وهنشتغل ان نبقى اقوى ونثبت ان احنا اقوى من كده. بنفكر اكيد ايه اللي بيحصل في الصف الثاني مع الكوتش نور. حبيت انا وياه عم تركض. مش رح تعذبنا هيدا البنت. وحش وحش والله. والله بعد بدي اشوفها هلا. ايه وياه عندها قوه تحمل عاليه جدا. اي حبيت حبيب قلبي. اه بجري. بس هيام بعدها مش معودة على صفوفي بس تأقلمت. شاطرة كتير ومحمسة كتير وبتشتغل مظبوط. فور
أول صف بالأيروبيك مع الكوتش لينا كان كتير حلو وانبسطت كتير، مع أنه من واحد ناحية كنت زعلانة، بس صف الأيروبيك هو اللي لطف الجو شوية وبرد علي الزعل. شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال، برافو، يمين شمال، بعد مرتين يمين، كمل لوحدك شمال يمين. ضيعتيها هون، معلش معلش. هل رح يضلن النوستالجيا والبعد عن مدربهم الأساسي مسيطرين على هيام، أمجد وعروة، أو رح يتأقلموا مع الوضع الجديد؟ مرحبا، يوم جديد بيطل على مشتركي الرابح الأكبر. بصف باسكال عروة بيظهر قدراته ومدى معلوماته، بالوقت اللي أمجد ضايع كليا. منشوف سوا. ازرق ضد احمر. هلا اللي فاجئني اكثر انه الكابلز تفرقوا ضد بعض. يعني بكره صوت ضد اخويا ان شاء الله. اليوم بدنا نحكي عن شغله كثير كثير مهمه، وبعدنا هلا عم نلقط الاشياء يلي لها علاقه بالتغذيه، تتقدروا انتم تعرفوا وقت اتصالوا على بيوتكم كيف انتم تعدوا كل شيء قد ايه عم تاكلوا، بيصير بطريقه غير مباشره تعرفوا. هلا بضلكم دقيقين اكثر بدكم تفكروا فيها، تحسبوها، تعايروا، بعدين ما بيعود هيك، ما بيعود ضروري تعايروا لانه بتصيروا تعرفوا انه 120 جرام هي هالقد. الشغله هلا لما بلش نحكي فيها يلي هي نعد السعرات الحراريه. اوكي، بالبوكلتس عندكم بالدايت احنا بنعطي حصص من لائحة لحوم، نوعية اكل، عنا لائحة الخضار، لائحة اللحوم، لائحة الحليب، لائحة النشويات، ولائحة الفواكه والدهون. اوكي، خلينا نبلش. شو اول لائحة عنا اياها؟ الخضار. اوكي، خضار شي تبل. سو نحنا وقتا بدنا نحكي عن السعرات الحرارية، وقتا نحكي عن السعرات الحرارية بدنا نحكي عن الحصة قديه. اوكي، السعرات الحرارية للخضار هم 25 كالوري. اوكي، الحصة الوحدة من الخضار عم نحكي يعني بكوب مطبوخ ونص كوب، بكوب عادي ونص كوب مطبوخ. مزبوط. اوكي، سمعتوا شو قال عروة؟ يعني كوب خضار ني فريش ني او نص كوب مطبوخ. اكزاكتلي. عروة من المشتركين اللي كثير بيهتموا بصف التغذيه، مش بس عم يهتم بس كمان عم يلقط المعلومات، يعني من صف لصف عم يستعمل معلومات اللي عم يتعلمها من قبل تيطبق الاشياء اللي عم نتعلمها جديد. اوكي، الفواكه تشوفوا اذا رح تعرفوا اذا بقول لكم هالكلو، تقريبا كل قطعه فواكه فيها 3 ملاعق سكر، يعني يعادل 3 ملاعق سكر. كل معلقة بنقول 5 جرام، 5 ب 24 يعني 60. طب ما قلت 60. بذاكر من ورانا. كل حصة بذاكر من ورانا مرسي. فيها 60 كالوري. عروة فاهم جدا كل حاجة باسكال بتقولها. ما اعرفش احنا عندنا بنقول بيذاكر من ورانا، يعني بياخد الصف وبيفهم هو بعد كده، فاهم كل حاجة وحافظ كل حاجة. دلوقتي حضرتك عايزه تعرفي مثلا مثلا انا عندي 3 حصص لحوم، هلا انا عارف اضربهم. ايوه انا يعني فاروح اضربهم من 3 في 55. يا سلام، بس كده الموضوع سهل قوي 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 يا جدعان، انتم معصبين لي يعني. انا مش فاهم حاجه، انا عم فكر انه احسبهم بطريقه اخرى. امجد بحسه ما بيحب صف باسكال، بيحب ينام بدل ما يروح صف باسكال، وما بيحب يحسب ابدا. اوكي خلاص. ايوه اوكي، كلكم بليز فلاش يور كاردز. 1 2 3. تشيز. عملنا كمان اختبار حسب السعرات الحراريه يلي عم يتناولوها يوميا بالدايت تبعولهم. امجد غلط. في فرق كثير بسيط. هدى صح. اثنين كريم غلط، في شيء كثير بسيط غلط، كثير بسيط فظيع.
يا رب كريم يا رب. عروة غلط. صف باسكال بالنسبة لي أزمة، ما كنتش مش ما بحبوش في الأول، ما كنتش بستوعب إيه اللي بتقوله، لأن ما كناش يعني ما بنبصش الحاجات دي خالص في حياتنا. دلوقتي بدأت أفهم وأفهم كويس جدا، بقيت متجاوب جدا معاها. 90 ولا 80؟ 90. طب انتوا ضحكتوا عليا. 90 الحليب. طب انا عرفت خلاص، انا هصلح عندي الغلط. اوكي صلح. 1212. مظبوط. ما قلتكم ظبطها، كان مغلبط بالحليب 80 بدل 90. هادي 3 5. انا ما عندي ولا غلطه، انا كلامي كله صح مليون بالمية. وانت مش عارفه الحصص اللي عندي، اوعى تبني اكل زياده هون. معلش معلش، اذا مش انت بولا ده في الحساب ما يعرفوش حاجه. اوكي يا ريد ستيدي. مين هيدا؟ كريم. يا بصوا بقى، المره دي مش هنعمل القهوه تعيد من الاول، خلاص الغلطه 5 لفات. اوكي. لا بعيد اهون، ثانيه خلاص. الغلطه ب5 لفات. مشكلتي شيء واحد، احساسي انا نفسي لما بخش صف لينا بكون مبسوط، انا رايح بحماس. صح الان انا مع نور بروح بحس نفسي تعبان، لكن بتحمس مع الحركه. أصلاً. انا حتاقلم مع صفوف نور لاني انا ابغى اوصل لهدف مهما كان. نحن ملزومين بالقواعد اللي انحطت، وفي النهايه ما هو بيدنا. يلا جايين بكير اليوم. جاري حركة، رجلك تطلع من على الأرض، رجلك تطلع من على الأرض، ما تمشيش. عم بيموتهم. حرك بحركة كده الجاري هيعيد بالأول. أول ما دخل الصف الأزرق عندنا نحن كنا لسه ما انهينا التمرين تبعنا، حسينا بالفعل انه نور حب يبين للفريق الازرق انه احنا بنشوت في التمارين بزياده. برافو عبد العزيز. خلاص عبد العزيز يلا. خلص عبد العزيز. يعني بالفعل انا ممكن ما اتاقلم مع تمارين نور لكن حكمل معه. فريق باكابورتا. باكا بورتا. يلا بيبارك، الله يكون معك. دربك خضرة كوتش. دربك خضرة يعني شوف الخير حبيبي. من بعد ما كانت حصة الايروبكس قاسية، نور خفف الضغط بصف الجيم. بالرغم من هالشي كريم بيحاول يخفف عن حاله، كيف وشو نتائج هالمحاولة منشوف سوا. احنا عايزين نتمشى على التريد ميل ساعة. اوكي نتمشى على ليفل 5. اوكي اوكي بس هو ده التمرين كل النهاردة. اوكي النهاردة في صف بالليل ناوي اللي انا اريحهم، لان بقالهم يومين كانوا شغالين بقوة عالية قوي، فناوي اريحهم واديهم تمارين قليلة قوي، ودي يعني استراتيجية متعلقة بحرق الفاتس. انا عايز اعرف المعاملة عاملة ازاي دلوقتي، يعني انت عامل ايه مع كريم مثلا؟ حبايب. خايف عليه والله. خايف عليه. ليه؟ يعني هو كان هنا قدام عيني شايفه بيعمل ايه وبيتحرك ازاي، هناك انا مش عارف بيعمل ايه. لا ما تخافش عليه مع كوتش لينا. لا انا مش خايف عليه ان هو مع كوتش لينا، انا خايف على لينا منه. موضوع مختلف. انا مرح بالعكس صارت تهتم فيني اكثر ما كنا سوا. يعني اليوم هلا مثلا بتيجي بتعمل لي الغداء، بتسوي لي سلطه، ورجليك شلون وده شو؟ انا مبسوط هلا. عشان بلعني زياده. شفتك بتتعب. ايوه بطلنا سوا دائما وكذا وهيك. ايه فانا هلا مبسوط من الجهتين. انا العكس تماما، شدت حيلها بزياده. خافت على نفسها. ولا هو يزعل علينا من طول الوقت.
هو يا ما بتحكي مع هدى، قلت لها الاسبوع الجاي بدي طلعك. طلعت الاسبوع الجاي. اليوم الكوتش نور سولنا في الصف وعلى كيف هي كيف هي يعني علاقتنا بالفريق الثاني، كلهم جاوبوا جواب ايجابي الا انا قلت له انه هي زعلانه مني شوي، وهي بتكون طبيعيه بس اول ما تتذكر انه القصه انه انا عند نور وتم اختياري من عند نور وهي عند لينا فبتزعل مني كانه انا اللي كان الاختيار بايدي. يلا نعلى شوي، نعلى خمسة اوريدي على خمسة خمسة نعلى لستة بس يلا ستة سبعة سبعة انت انت بس انا أوه. انا سبعة كله ستة لحالي رفع لحالي انا كريم كريم ستة كله ستة؟ تمام؟ كم يا هدى؟ ستة سبعة سبعة؟ كريم ستة؟ شاد شاد والله شاد ستين بقى بص هقولك على حاجة ده انزل ده والله العظيم الست هنا الثمانية هنا انزل انزل 200 بطن يلا يا انا داخل اريحك انا داخل اريحك بس هتقول عليه ان ده سريع ده اسرع من دول والله الستة ناوي بالثمانية في اي جهاز انا داخل اريحكم واقول لكم عندنا النهارده تريد ميل بس وهنمشي ساعة وعلى خمسة وستة والجو ده طب انا لسه رايح خمسة دلوقتي على طول يلا سألتك ستة قلت لي اه ستة قلت لي وعدت تاني وبص لك ستة اه رجعت لهدى كام يا هدى ستة عبد العزيز سبعة كام يا كريم ستة ما الخمسة هنا زي الستة هنا لا قول لي خمسة وزي الستة هنا ابقى عارف بس ما تكذبش عليا ابدا اتفضل 200 بطل في حد فاتن عليا انا مش متاكد بالظبط مين اللي فتن يا عروه يا الكاميرا اللي جنبي بس حد فتن عليا خلى نور يشك فيا وجه يشوف السرعه بنفسه مية وتسعين صراحة أنا كنت عم شوفه كنت كتير مبسوط كنت كتير عم بضحك مش لأنه أنا فقست عليه ولقطته لا بس لأنه لازم يعمل هيك كرامة ما بقى يرجع ينزل السبيد ستوب برافو يلا ستاند اب بسرعة هوب يلا تطلع ترنين يلا على ستة ومتى ما تجيش انت دخلت شو انت فتنت علي بنت لا بس فشلت انت فتنت على ايه انت مفضوح لوحدك انا مش رح اطلع عليك انا ها بيني وبينك حد صحيح انه المشتركين صاروا مقسومين على فريقين احمر وازرق بس هيدا الشيء ما منع السيد حشور مش بس يدخل عند الفريق الخصم بل ايضا يبدا اراءه النيره بالمقابل كريم مصر على استرداد اعتباره منشوف سوا فوت سلم عليكم شوي بينما يخلصوا لا لا ممنوع لا مطولين لسه عم بيصير في تصوير وتجهيز صفك بس ممنوع اسرارك كنت معك دلوقتي احنا نقول اسرار مش هينفع ان شاء الله يجي نور هلا ويسحبك من جوا سحب اه والله يسحب حلقك شعرك اللي مش موجود انا اليوم دخلت على صف الكوتش لينا لانه لساتني معود انه كل ما يصح لي فرصه فوت فدخلت وانطرت الكوتش نور لوقت وصل كيف حاسين حالنا اليوم احسن من امس جود احنا ما عرفناش ننام انا ما عرفتش انام والله أمجد شو قصة هالنوم معك؟ امبارح كنا سوا بنفس الغرفة، اثنيناتنا ما اجينا ننام وضلينا هيك قاعدين وساكتين. صفا بعد بس أنا آخر شيء نمت هو ضل قاعد للصبح. طيب يلا هيام عم جاي. أي ساعة تروقت أول شيء نرجع أحكيك قصة هيدا النوم.
بس فتت اليوم سألتهم كيف ناموا، وكالعادة أمجد قال لي أنه ما عم ينام منيح. بقى قررت أنه اليوم لازم نفتح الموضوع أكتر، مش كل مرة بسأله بقى لي ما عم ينام منيح. قلت لازم نفوت نشوف شو المشكلة. مزبوط أمجد. ليه ما عم بتنام؟ لا مش عارف والله. لحظة أكيد عارف. أنا امبارح تركت المهم منك. امبارح بقول لك إيه؟ بقول لك رح نعمل فطور بهد جبل. قاعد عامل كده بالسرير. أنا أرفع شوي وأرجع فيه لقيت مرات الهاي انتنسيتي بقلق. أوكي؟ إذا عم تاخذوا كثير فيتامين سي بالليل بقلقكم. عم تاكلوا فيتامين سي كثير بالليل؟ ولا نحن في شيء عم بيبرم كل الوقت عم بيخليك تنام. انا ما بظن لانه بضل نلعي لما ما نخلي شيء. لو تشوفي قديش بنحكي كوتش ما خاف عتلين هم اماني شويه بس يعني باجي في توقيت بعمل اوف لكل حاجه عشان اعرف انام. ما بعرف. لينا سالتني ايه الاخبار فقلت لها ان انا ما بنامش. قعدت تتكلم معايا اهتمت جدا بالموضوع. حسيت ان هي يعني انا ما بين ايد امينه فعلا مش رياضه وبس. ما فيك تعمل بحالك هيك شكلك بتجي مش كانك متعوج. ما فيك ما جسمك كمان ببطل يحرق. مظبوط. معقول مش عم ينزل وزنه كثير لانه بصير يعمل بلوك على بصير مش عم يعمل فانكشنينج. مظبوط. بعرف مش بايدك بتجرب قد ما فيك رخي حالك عرفت. دوش مي سخنة وبتخذ. صباح الفل. احنا خايفين عليك بصراحة. ليه؟ خايفين عليك اليوم. ليه؟ يمكن في ناس عاوزين يقتلوك النهاردة. ليه مين؟ كريم؟ ليه؟ هو جايب الرجالة من الصعيد خلاص وحي. هو رسم ال ده انا جايب له السلاح. اهلا. خد بالك ما تخليش يسلم عليك. خد بالك عبد الصمد انت امبارح غلط غلطه عمرك وظلمتني وانا جاي استرد ظلمك اعتباري. بص يا معلم انا معترف بالغلطه. انا بقيت شيل كفنك. انا معترف بالغلطه وشير كفن شايف سكينه. انا جاي شايل كفن. ودعت ولادك ولا لا؟ انا هودعهم ازاي وانا جايب كفني؟ جايب لك بقى في امبارح. كوتش نور افتكر ان انا بضحك عليه لما كان بيسالني على سرعه الجهاز، وانا ما حصلش ان انا ضحكت عليه واعطاني عقاب ظلم، وانا حاسس ان انا اتظلمت، لذلك انا قررت اني انتقم. كمطرية بقى وامي بتسلم عليك وتقول لك خلي بالك مني. ايش صباح الفل يا معلم. صباح سلم لها الحاجة بقى ونلاقي ايه تسمع اخت حمائي الحاجة حمائي حبيبي. بقول لك ايه خلي بالك لا تتبل. مين دي اللي تتبل؟ بسطت قوي كريم طلع سكينه وقشر الحركه. عجبتني قوي حركه دمها خفيف جدا. هو كريم ما شاء الله دمه خفيف قوي، فالحركه كانت دمها خفيف اتبسطت قوي منها. وبعدين خدتهم وبدانا الصف. انا لما اخلص الجري هنا خلصت هنا دخلت في دي او انا ماشي. بدل ما اروح وارجع. اوكي بلاش تقيل عليك. اهون من اضاعف. كتر خيرك والله كتر خيرك. السبور مع نور النهارده مختلف. احنا بره في الهواء الطلق ولقينا حاجات محطوط على الارض اشكال شكلها ان هيبقى يوم مهبب على دماغنا وهيطلع عينينا كالعاده يعني. اصبر يا عبد العزيز. اصبر شويه. قول جو. كملي انت كملي. وصلت لتعب شديد جدا وحسيت بجسمي كله بيحترق تعبا، وكنت بتمنى الدنيا تشتي الاستيب تطير اي حاجه تحصل عشان السبور يخلص الصف يخلص، لاني خلاص يعني مش قادر. كان فعلا صعب جدا النهارده.
اعلى اعلى فوق اعلى رجل اعلى على الارض فوق اعلى 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 يلا اعلى يلا يلا اعلى فوق يلا يلا جو 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 خش خش يلا اعلى فوق يا عبد العزيز رجلك فوق يا عبد العزيز رجل فوق شويه ايوه كده يلا خدها دي انا عارف دي اللفه دي عشاني حسيت هو الخريطه اللي عم يرسم لنا اياها على الارض وعم نمشي اياها كثير حلوه كثير بتسلي وعم نحرك كل قطعه بجسمنا يعني عم مش بس عم نركض وعم نعمل توازن وعم ننط وعم نعمل ستيب كثير مسلي وكثير حلو صراحه انا كثير كثير متشجع مع كوتش نور هي باخر حصتين كانوا كثير حلوين نشوفكم بعد الظهر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تاخذوا دش ميه سخنه تقعدوا تحت الميه شويه كثير البرد ولا السخن 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 خلاص اوكي ها يلا اشوفكم خير بعد الظهر تمرين عن عدد السعرات الحرارية بيوضع بالمواجهة الفريق الأحمر اللي أكتريتهم شباب والفريق الأزرق اللي أكتريتهم صبايا والظاهر إنه أمجد والمساواة مش متعرفين على بعض أهلين وسهلين شو هالحلا ميرسي كيفكم؟ ايه كانوا نايمين خلينا نبلش نحن امبارح حكينا عن كيف نحسب السعرات الحراريه بس ما حكينا وقت الاكل يكون مخلوط كيف فينا نحسبهم عندكم قدامكم 6 صحون اكل عندنا فريق الازرق فريق الاحمر كل فريق رح يحسب كل صحن قد ايه فيه سعرات حراريه بايدها على هيدي الورقه وبخبيها اوكي برجع انا بالاخر بخذهم تكتبوا مثلا كنافه كم وحده حراريه فيها بتخبوها تشتغلوا فريق الاحمر على 3 صحون قدامكم فريق الازرق على 3 صحون اللي قدامكم وقتها تخلصوا بنبدل حتى تكونوا كلكم حسبتوا كل الصحون وبالاخر نشوف اي فريق ربح وبنرجع بنحسبهم من اول وجديد وبنشوف اذا عرفتوا كيف تحسبوا السعرات الحراريه بالعين الكميات بالنظر ولا بالعين ايه بالنظر مثل ما انا عيطتهم يعني انا ما قعد زنتهم انا أوكي. كمان حسبتهم على النظر اوكي شفتوا يعني امبارح اللي تعلمتوه كان كثير كان كثير بيسك هلا صار هلا الاكل السفاين دجاج اقل من يلا امجد هو كان امبارح من اقوى عالم بيجي طبق سميد يعني نشويات جبنه وقطر والسميد مخلوط مع سمنه اكثر اعتقد 180 بس وطي صوتك ايش قالت يا خيي شغله الحساب بالسعرات كثير صعب بده خبرة بده وقت حتى الواحد يتعلمه إن شاء الله مع الوقت بتعلم هذا الشيء احنا عملنا حساباتنا وحسبناها بدقة وإن شاء الله تكون صح ومنتظرين النتيجة بالنسبة للبيتزا 600 بالقطع أوكي ركزوا معي أوكي بدنا نحسب بالبيتزا القطعة الوحدة بنرجع نضربها بالثلاثة تتعطينا قد ايه هي منقول حصة ونص 1.5 ضرب 80 بيطلع 120 كالوري زيت بك يا رؤى دقيقة طيب. هي بدنا يا نحطها يا عملناها بزيت يا عملناها بزبدة مش بزبدة بزيت يعني ملاعق زيت أو زبدة زبدة كام أنا بظن كل قطعة بيكون فيها حصة ونص لا أكثر لا ثلاثة ملاعق أكثر ثلاث ملاعق تقريبا ثلاث ملاعق لأنه بالعجين في زيت وبالصلصة على الصلصة بيعملوا شوي زيت في زيتون في زيتون أوكي يعني بنحط فيها بالفات بنحط ثلاثة كريم عبد الله ثلاثة ضرب 45 3 في 5 15 3 في 4 12 أوكي هي قد إيه بيطلعوا 135 25 بثلاثة الوان سلايس على ثلاثة لا مو نضربها بهي ثلاثة 25 ايه 25 على الكل ايه ومنزيد الحصة الخضار اللي هي على ثلاثة 25 ما تطلع هي 1245 والله عبد العزيز انا جبت 1200 اذا بتطلعوا هون عندنا 1800 نحن طلع
1240 1240 هلا اول شيء انتم فريق الازرق ما كان عنده ابدا تكتيك بحساباته بس هيك كب رقم صح اوكي انتم جربتوا تحسبوا بس عجلنا فيها هو في حاجه لازم العالم كله يعرفها الفريق الاحمر جسديا فكريا معلومات متفوق عن الفريق الازرق الفريق الازرق ما فيهوش غير ولد يعني هعمل ايه مش عارف اصد قدامهم في كل حاجه فهو هيتفوق علينا بس ان شاء الله احنا بنتوقع انه ما يتفوقش علينا ولا في التشالنج ولا الميزان دايما بتفكروا بكل المكونات بتبلشوا بالعجين بالجبنه بالزيت يعني اتس فيري سمبل كل شغله لحال دغري بتعرفوا تقسموها اكيد ما رح كانوا يقدروا يجيبوا المعلومات بشكل كتير مزبوط لانه اكيد اليوم هيدا الصف كان كمان مش بس تيفحصهم بس هيدا كمان تيعلمهم زياده مبروك فريق الاحمر بس عليكم وانا تعرف ايش يلا امبارح جت عندي إلهام قالت لي أنا مرة متضايقة منك منك ولا منك؟ مني أنا قلت لها شو لا سمح الله شو في؟ قالت لي مرة صدمتيني ومرة كذا تكلمي عشان أفهم قولي أنت عارفة المهم قتلتني نص ساعة أنا يعني اللي بتكلمني أنا نص ساعة قتلتني أنت عارفة وبعدين طلع كلام شو هو إنه سألوا الكونفيشنال واحد من الفريق الأحمر من بدكم تطلعوا من الفريق الأزرق وهو قال إلهام هذا الشخص يعني واحد من الثلاثة مو أنا طبعا يعني واحد من الثلاثة فهي قالت لهم هي نكرت لجميل أنا جميل أنت نكرت لجميل يعني هي بينت إنه كأنه هي فهمت مين الشخص اللي قال وقالت إنه الشخص نكرت لجميل وجت عندي قالت لي أنا متأكدة إنه أنت اللي قلتي طب ماشي بدنا نوقف لحظه هون انت نقبت سنه وهي عم تقول طيب لكن جميل شو ما شو هي ايوه وعبد العزيز كانوا متفقين علينا انه هي لا حتى هي بشو مفضله عليكي لحتى عم تقول انه انت عم تنقري جميلها لا انت ما حدا خدمك غير وزنك انت واختك صح ولا لا قدمت لك هي شيء خدمه ساعدتك بشي تصويت هي طلعتك من تحت الخط اول يوم اللي كان ممكن تبين انها معانا او بصفنا او هيك شيء صوتوا ضدنا عرفتي يعني ما تو اي جميل اللي انت ناكره له طنشي تحت اجرك هالحكي هدى كانت عم تشكي لي من الهام وانا اعطيتها نصيحه بضميري قلت لها انت لغايه هاي اللحظه ما حدا ساعدك وصلتي لهذا المكان الا وزنك لا توثق بحدا واشتغل على حالك نحن عارفين حالنا بلعبة وكل شخص بده يشتغل لمصلحته الخاصة جد فيا أما أنت بتقدري توصلي لهدفك بمساعدة نفسك يا أما باقي هذا الحكي كله غصلي إيديك منه لأنه هي شو همها إلهام أنا مرة حكت لي كنا قاعدينك عم نحكي كلياتنا يعني بما معناه يعني ما بتذكر حكي تفصيليا قالت سألناها أنا إذا بكرة صارت لعبة إفرادي نزلتي أنت وعبد العزيز تحت الخط ضد مين صوت قال شيء طبيعي ضد عبد العزيز خليه هو يروح البيت أنا جاي أربح مش رح تسلم الجرة بعد الثرثرة اللي صارت بين هدى ومرح وإذ بإلهام تضع النقط على الحروف وبتبدي وجهة نظرها بكل وضوح اسمعوا والله في الكونفيشن روم قلت لهم يوم ما نخرجها اذا كنت موجوده حطلب بالونات ونسوي حفله والله قلت لهم كده وقلت لهم انسانه غبيه وانسانه تافهه ما تعني لي اي شيء قلت لهم ما قصرت هدى اول ما دخلت البرنامج يعني كانت اقرب واحده لي بعد كده تفاجأت إنها تبغى تقلبهم كلهم ضدي وفي نفس الوقت تطلع في الغرفة فوق بتقول لي إيش إنه إيه أنا وهي إنه إحنا ضد عروة أو مرح يعني لو نزل الأحمر حنطلع عروة لو نزل الأزرق حنطلع مرح تنزل تحت تقول لي عروة لو نزلوا إلهام أو عبد العزيز
يعني كلهم الأولى أنهم يخرجوا هم أكثر ناس استفادوا وما أعرف إيه. يا رب تخسر عمرها. يا بي هديك تيجي عند أمجد تعرف إيش تقول؟ تقول بتقول عروة إلهام وعبد العزيز يعني أكثر ناس استفادوا من البرنامج، ولو خرجوا دحين يعني عندهم في السعودية يعني الجيمات وكذا يعني كويسة وأحسن، يعني يقدروا يكملوا ويقدروا يواصلوا، لكن إحنا يعني ما عندنا، وأنا خسرت إقامتي في هولندا وخسرت كل شيء واللي قدامي وما حد جوز. نفس الحكاية الحزينة اللي حكتها لك كريم، وما حد لو ما خسيت ما حد جوز. بقول له يا رب ما تخسي، وعنك إن شاء الله ما تجوزتي طول حياتك. أنا إيش اللي بيك؟ خسرت حياتها، قلت لها عقبال ما تخسر عمرها. كذب ولا خسرت حياتها ولا مين؟ انت راح عند هدى بتقولي لها هدى انه هدى حاكي بالكونفشن روم انها بدها تطلعك، انت عم تراجعيها عم تقولي لها الله يسامحك ما تخيلتك هيك وانت ناكرت الجميل من هالحكي عم تقولي. ثاني اذا انت جاي لعندي عم تساليني اذا كلام الهام مزبوط هيك سمعانه ولا مسمعانه او مين حاكي هذا الحكي، انا ما بعرف، ما فيني افيدك بهذا الموضوع. لما كنا فريق ابيض كنا احنا المستهدفين اللي بتطلعنا، انه هلا جاي تشكي لي فمعناته هون في شيء غلط بالكون. يعني يا اما هدى مستغبيتني يا اما هدى عم بدها حدا تقنعه انه هي معه. عبد العزيز ليش لو انت خرجت هلحقك الاسبوع اللي بعد؟ ليش تشوف؟ ليه؟ مو عشان انا ابغى، ها حتشوف عشان ايه؟ فهمني، تكلميني. لو مثلا الفريق الاحمر هو اللي نزل تحت الميزان فاز الفريق الازرق، اوكي حيطلعوك انت. لو هو ده اخذ الرابح لك، لو ما اخذ الرابح لك فخير وبركه. خير وبركه. لو اخذته حيخرجوك انت. اوكي مزبوط، انا متاكده. اوكي مزبوط. الاسبوع اللي بعده حيطيح الازرق تحت والاحمر يفوز. اوكي طيب حيتفقوا كلهم مزبوط. حيتفقوا مين اللي حيتفق؟ أمجد وعروة وكريم كلهم بيعملوني كل أسبوع عشان أنت موجود. لا وحتى لو أنا خرجت هيعملوك إياها برضو كويس. مين قال لك الكلام ده؟ مين أداك الشكك في الموضوع ده؟ أنا بسألك السؤال ده، إيش اللي مشككك في الموضوع؟ لما تروح وتشوفني وأجي أقول لك مين خرجني تعرف ساعتها إيش. طيب ممكن أنا سألتك سؤال واضح، ما قلت لك لما أروح ولما تسألك مين خرجك، بقول لك إيش اللي مديك الشك هذا؟ عروة ولا إيه؟ وخبيث دحين ما كنت مطمنات له ولا عمري اطمنت له، واقولها من اول البرنامج لاخره. انا عارف والله انت على قد انا ما بظبط لك حتخرب الدنيا. خلاص على قد انا ما بظبط لك عشان بكلمك بتفكيرك ده، على قد ما بظبط لك بتخرب الدنيا. عشان ايش سويت؟ عشان اضمن لك الثلاثة دولة تقومي تشككي فيهم. أنا كلهم شك فيهم. طب أنا طمنت لك الثلاثة دولة طمنت لك هم لو هم يخرجوا ويخلوك يسووها. لا أنا طمنت لك هي. أنا ما بوثق في أحد ولا بأوثق يعني ولا في أي تحالف. ثقتي الوحيدة هي أنه أنا في نفسي في وزني في الدايت بس. اللي أنا أقول لك عليه أنه أنت لو اجتهدت واشتغلت احتمال أقوى من ألف احتمال أن أنت تكون الرابح الأكبر. فهمت؟ 1000000% أنت هتكون الرابح الأكبر لو نزلت بس 3 كيلو. عبد العزيز عنده كل الإمكانيات أنه ممكن يكون الرابح الأكبر، بس هو يعني بيفكر بتفكير عاطفي، ممكن يعني بسبب التفكير العاطفي يودينا في داهية. يعني أنت تكون نازل أحسن وزن ويطلعوك عند مين هذا؟ الله يخليك. طب معناته التحالف ما له داعي، حرفيا التحالف ما له داعي، لاني انا ما حستفيد منه شيء. انا اقول لك نحن احنا مبدا التحالف اساسا، مبدا الرئيسي حق التحالف انه انا جاي عشانك وعفوه جاي عشان مرح وكمان طيب جاي عشان كريم. خرج عرو لما نخرج عرو. معقول يكون عبد العزيز الرابح الأكبر هالسنة مثل ما بتكهنت له إلهام؟
مين بيعرف؟ خلينا نترك إلهام وعبد العزيز بأحاديثهم اليومية اللي عودونا عليها. ملتقانا غدا، انطرونا، باي باي.